أهلا بكم. في حوار له مع صحيفة الجارديان البريطانية، ذكر وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان بأن اقتصاد مصر، النمو، معدل النمو الاقتصادي لمصر في هذه المرحلة هو 0%. كما ذكر أيضا في ذات الحوار الدكتور جلال أمين، دكتور وأستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية، بأن مصر تشهد أسوأ مرحلة اقتصادية وأسوأ نمو اقتصادي منذ ثلاثينيات القرن الماضي. هذا هو الواقع الذي يراه خبراء الاقتصاد، لكن يبدو أن للواقع وجوها كثيرة ووجوه مختلفة. أحد هذه الأوجه هي ما تراه الأسر المنتجة هنا بالتحدي هذه الأرقام الصارمة ربما والتي لا تقبل النزاع. هذه الأسر تحاول قدر الإمكان أن تتغلب على هذا الواقع الاقتصادي باقتصاديات ربما تبدو بسيطة وربما بدائية إلى حد كبير، لكنها تحاول أن تعاكس وأن تغير هذا الواقع الذي يراه خبراء الاقتصاد. هذا المعرض هو معرض الأسر المنتجة بالتعاون مع وزارة، مع صندوق الاجتماعي التابع لرئاسة الوزراء. تقوم هذه الأسر بإنتاج هذه المنتوجات بأبسط الخامات الممكنة وبأقل القدرات الممكنة، لكنها وكما ذكرنا تحاول أن تساهم في إنتاجيتها بشكل فردي. نحاول أن نتعرف على هذه التجربة بشكل موسع مع ضيفتي أتشرف بحضرتك. أهلا بيكو عز الإيعي، عضو مجلس قومي للمرأة فرع الغربية. الحقيقة أنا سمعت المقدمة اللي أنت عاملها، وعايزة أضيف عليها بس إن في دول زي مثلا ماليزيا، زي الصين، بتقوم على المنتجات بتاعة الأسر. إحنا بنحاول كمجلس قومي للمرأة في محافظة الغربية إن إحنا ننشط هذه الأسر، ندعمها، نكون وسيط أحيانا بينها وبين الصندوق الاجتماعي للتنمية علشان التمويل، بين بعض الأفراد وبعض البنوك، بين بعض المستثمرين الصغار مع بعض الأسر الصغيرة، ويبدأوا أن هم يقوموا بأعمال بسيطة تقدر الأسرة أن هي يقوم اقتصاد الأسرة حتى على الأقل على هذا النوع من العمل. فده يعني بعض من اللي احنا بنقدر ان احنا نقوم بيه. يعني الأسرة بتبدأ مراحلها، بتبدأ الأسرة عندها فكرة مثلا، وانا مثلا أسرتي عندها فكرة، تبدأ ازاي تتوجه للصندوق الاجتماعي والمراحل اللي بتمر بيها تبقى ايه؟ في اتفاقية ما بين المجلس القومي للمرأة والصندوق الاجتماعي للتنمية، احنا بنوجه السيدة اللي بتقوم اللي عندها فكرة عن مشروع ما مثلا، زي بعض الأسر عندهم فكرة عن ان هم يقدروا ازاي ينسجوا بعض الأشياء، فبيورونا بعض منتجات بسيطة، بيبقى عندها خبرة في مجال معين، فبتيجي الصندوق بيوافق انه يديها قرض، بتبدأ تنتج، بتبدأ تدخل أولادها أو جيرانها، بيبدأ المشروع يكبر واحدة واحدة، بيبدأ في ناس تطلب المنتجات دي، بنعمل معارض زي ما النهاردة كده عاملين معرض وداعيين فيه ناس كتير جدا، الناس بتبدأ انها تشتري. بكده بنقدر ان احنا بنحاول ان احنا نحرك شوية العجلة عند اي اسرة. يعني اسمحي لي استاذ عزة، انا شايف هنا قدامي عدد من المنتجات، المنتجات دي كلها بمجهودات ذاتية من الاسر؟ طبعا، دي حاجات بسيطة جدا، يعني دي مثلا فوطة مطبخ، دي حاجة بسيطة جدا، أي ست بيت بتقدر بتحب إن يكون عندها فوطة مطبخ. هنا بيقدروا في جمعية، دي جمعية الخير في أمتي، بتقدر إنها تعمل كده، يعني بتقدر إنها تنتج ده. طيب أرجوكي ابقي معنا، هنتعرف من جمعية الخير في أمتي. أتشرف بحضرتك. أشجان أحمد. أستاذة أشجان، المنتجات دي كلها بيقوم على إنتاجها أسر متطوعة في الجمعية؟ في عندنا تطريز، وفي خياطة، وفي كروشيه، في سجاد، في كليم، في يعني كل الحاجات اللي بتشتغل يدوي بنقدر ان احنا نشتغلها. والصناعات دي كلها اللي بتنتجها اسر ولا متطوعين في جمعية الخير في امتي؟ متطوعين، احنا يعني اسر بتبقى معانا بنحاول نساعدها فبتعمل منتجات معانا. المراحل بقى اللي بتمر بيها الاسرة، يعني بداية الاسرة بتيجي تقول بدايتها بندربها، بيبقى في عندنا مدربين بيدربوها، بنساعدها انها بتبقى معاها يعني مهنه في ايديها تساعدها، فالاسره بتبقى المهنه دي معاها، فبتحاول انها تعمل بيها منتج حلو يطلع تقدر تكسب بيه. يعني احنا بنبدا في البدايه بتدريب مثلا الاسره على انتاج منتج زي كده، على مثلا التطريز، بنعلمها ازاي انها تطرز مثلا حاجات صغيرة، بعد كده بتعمل منتج حلو يعني زي ده كده، زي حضرتك دوت كده، زي شغل الملايات كلها. المنتجات دي أسعارها بتبقى في متناول الجميع. يعني مثلا لو قدامي ده بشكير حضرتك، ده
لما يتباع ب70 جنيه بالنسبة لأنه هو بشكير ومطرز بيبقى حلو. سعر بينافس سعر السوق الحالي. هو حضرتك ممكن بيبقى بره أغلى من كده. فإحنا بنحاول إن إحنا نخليه في متناول الجميع. وبنقدر نحقق منه هامش ربح برضه يرجع للأسرة؟ يرجع للأسرة طبعًا. وطبعًا بتبقى. والمنتجات الموجودة عندنا النهاردة في المعرض إيه؟ عندنا هنا زي الطابلوهات ديت طابلوهات انا لفت نظري في الحقيقه، كنت مصمم ان انا ابدا بالطابلو ده. الطابلو ده منتج يدوي صح كده؟ يعني هي اسره برضو اللي ساهمت في انتاجه. هو حضرتك طبعا، ما هو لازم في ناس متدربه انها بتعمل الحاجات ديت فبتطلع منتج جميل. طيب شكرا استاذه اشجان. اتفضلي. زي التطريز، زي الشغل الخامات، الحاجات البسيطه ده برضو. ده كل ده شغل يدوي مظبوط؟ يدوي، كله يدوي، فبتطلع منتج يبقى سعره كويس وبخامات بسيطه يقدر يفيد الاسره اللي هي بتقدر تشتغل عليه. استاذه اشجان، استاذه عزه، هل طبيعه تعاوننا دايما بتبقى مع الجمعيات ولا بيبقى في افراد اسره عاديه لا تنتمي لجمعيه معينه بتبدا تشارك في ال عندنا ناس هي ما عندهاش فكرة أصلاً، هي عايزة تشتغل، عايزة تدر ربح في بيتها، بس ما بتبقاش عارفة هي ممكن تعمل إيه. يعني مثلاً؟ يعني في عندنا هنا جمعية. يعني لو نبدأ من هنا، عندنا أسر منتجة. أتشرف بحضرتك. أسعد حضرتك. ثواني يناديلك أستاذ مسعد، هو اللي بيعمل الشغل ده. طيب يعني حضرتك ما تنفعش تشرح لنا بشكل مبسط؟ أهلاً وسهلاً أستاذ مسعد، اتفضل. استاذ مسعد هو اللي قايم بالشغل ده بنفسه. طيب اهلا وسهلا بحضرتك استاذ مسعد. اهلا وسهلا. الشغل ده اللي قدامنا ده شغل يدوي صح؟ كله شغل هاند ميد كله. تمام. حضرتك في اسره معينه هي اللي بتقوم بالشغل ده ولا جمعيه خيريه هي اللي بتتبنى تدريب الاسر وهي بتنتج الشغل ده؟ هي في الاول خالص الجمعيات بتدرب الاول وبعد كده تقوم الاسر تعمل المنتج ده. انما التعليم اساسا بيبقى من خلال الاسر المنتجه، هي اللي بتعلم الاسر نفسها. مش من ده بس، كل الحاجات اللي هي البيئيه والحاجات اللي هي اليدويه اللي هي تعتبر التكاليف بتاعها بسيطه وفي نفس الوقت بتدير ربح حلو على ايه؟ على اللي بينتج الشغل ده نفسه. والخامات بيبقى اسعارها عامله ازاي بالنسبه الخامات حلوه بس الشغل يعني مستريحه، بس الشغل اللي فيها هو اللي ايه؟ هو اللي جامد. يعني السعر بتاعه بيبقى في ايه؟ في شغله مش في الخامه نفسها. المصنعيه يعني؟ ايوه في المصنعيه نفسها. انما الخامه نفسها تعتبر معقوله يعني. يعني مثلا انتاج قطعه زي اللي قدامنا دي بتتكلف وقت قد ايه؟ يعني دي في حدود حوالي مثلا 6 ساعات. 6 ساعات والله يعني بس يعني ممكن معنى كده ان يبقى عندنا انتاجيه عاليه منها. 6 ساعات بالنسبه لفرد واحد بس. بالنسبة للفرد واحد، اصل دي بياخدها من الاول للاخر، من البداية للنهاية، من اول التفصيل والشغل والحاجات دي كلها. وبعدين خلي بقى حضرتك، اصل ديت حاجتين اتنين يدوي، اللي هو الشغل ده نفسه اللي هو ده، وبعدين الجلد نفسه التفصيل والحاجات دي كلها. كل الحاجات دي كلها بتاخد وقت جامد على ما بيبدا ايه ينظم. زائد ان هو لازم يظبط الوحدات اللي موجودة ديت في الشغل نفسه عشان تطلع في الاخر شكل كويس، لان ما بيعملهاش عمليه ايه همجيه، لازم تبقى عمليه مرتبه وعمليه ايه منظمه بالنسبه للشغل نفسه. طيب اسعار الحاجات اللي معانا النهارده، يعني مثلا بتبدا الوحده دي اعتقد ان هي اصغر حجم موجود، دي سعرها كام؟ في حدود 20 جنيه. 20 جنيه. الشنطه مثلا قدامنا؟ الشنطه دي حدود 175 جنيه. طيب هل الاسعار دي اسعار يعني تقدر تنافس السوق؟ يعني قصدي في النهايه هي منتج يدوي، المنتجات اليدويه بره في السوق التجاري بيبقى بنفس الاسعار دي؟ دي تعتبر ارخص بالنسبه للسوق نفسه كمان، لان طبعا الشغل ده هو انت عارف ان السياحه حاليا دلوقتي مش قد كده، فمعظم الناس اللي بتشتريها محليين، فالمنتج بيبقى قليل شويه، او قصدي التصريف بيبقى قليل شويه، فعشان كده بننزل السعر. انما ده لو هيتباع كمنتج للناس اللي بره هيتباع بالضعف، لان طبعا هم اللي بيقدروا الحاجات دي اكتر مننا، وطبعا احنا عندنا العمليه يعني مش قد كده بالنسبه للشغل نفسه. يعني الناس ده اللي بيخلينا شويه نتنازل في الاسعار، يعني نقلل هامش الربح شويه عشان المحليات هنا. يعني السعر بالنسبه للمحليات هنا مش زي الايه زي اللي بره. يعني ده لو بيتباع للجماعه السياح هيبقى الضعف، انما بالنسبه للمحليات نفسها
على قد المكسب عشان نمشي حالها. شباب الضيف اللي ابن بلدي يعني. شكرا جزيلا استاذ مصعد. استاذ عزه خليني اسالك، السياحه اليومين دولت مش شغاله كويس فبيبيع في اماكن تانية غير الاماكن، لكن هو اعتقد ان المنتج ده تحديدا يجذب السياح كبير قوي، لان هو فيه تحدي للسياح والغير سياح. يعني انت شايف ده بتقدر تشوفه في اي دوله في العالم؟ صعب يعني. ف كان زمان في منطقه سيوه والمناطق مناطق معينه، النهارده في كل الجمهوريه، النهارده في مصر كلها، كل في متناول ايد كل المصريات انها تقدر يبقى عندها ده. يمكن ده يخليني اسال سؤال تاني، انه عاده بيكون في وجهه نظر متبناه ناحيه المعارض الاسر المنتجه ان المنتج ضعيف شويه في انتاجيته، ضعيف في كفاءته في جودته، مش هيقدر ينافس المنتجات اللي بره. راي حضرتك في انا يعني موافقاك في الراي ده. احنا محتاجين نهضه في مراكز التدريب. لو عندنا مراكز تدريب متطوره على اعلى مستوى، خامات على اعلى مستوى نقدر نجيبها من كل الاماكن، اكيد هيبقى احنا عندنا ايد حلوه. لكن عايزين خامات حلوه، الخامات الحلوه بتيجي بفلوس كتير. يعني عايزه اقول لك في مقوله بتقول يعني المنتج بيساوي ما يدفع فيه. انت بتدفع قد ايه يبقى كل بتديها قيمة من جميع الجهات. صحيح. احنا قدامنا دلوقتي أسرة دعاء توفيق. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ دعاء. زي الصحة الله يخليك. حاجة بهنيك على المنتجات اللي احنا شايفينها النهاردة دي كلها بالتأكيد يعني انتهى الأمر، هي مجهود إنتاج يدوي كامل. طبعا إنتاج يدوي 100%، هي بإنتاج عجينة سيراميك، نعمل منها علب المناديل. علب المناديل ده علب مناديل بتعمل من عجينة السيراميك، وعندي الدبوس وعندي انسيال وعندي منتجات كروشيه، كلها بتستوى عن طريق معرض الأسر المنتجة بالغربية. معرض الأسر المنتجة هو اللي بيساعدكم في تسويق المنتجات دي صح؟ أيوه هو اللي بيساعدنا في تسويق المنتجات، وبتستوى بسعر التكلفة، سعر التكلفة، وكلها منتجات في متناول يد الجميع. حضرتك اللي بتعمليها بنفسك ولا بيساعدك حد فيها من الأسرة؟ انا واولادي بنعمل. يعني حضرتك واولادك بس بشكل كامل في البيت بتنفذوها؟ بندرب عن طريق جمعيات الاسر المنتجه الاهليه، بندرب فيها وبنطلع ناس بتنتج معانا. يعني مثلا زي ما في اسر بتتدرب في الاول، بعد ما بتمتهن بعد كده بتتنقل هي للانتاج والتدريب في نفس الوقت، منها ونسوق لها كمان. طب هل المعارض يعني ممكن ما تبقاش كتير قوي، هل عددها ده بيبقى كفايه بالنسبه لكم ان هو يدخل دخل معقول؟ احنا عايزين معارض كتيره كمان نعرض فيها. يعني احنا محتاجين اكتر يبقى في فرص للتسويق علشان نسوق فيها. يعني النهارده احنا صدفه موجودين على هامش مؤتمر نحو غد افضل، فبالتاكيد في فرص ثانيه ان احنا موجودين فيها، صح كده؟ ان شاء الله ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك استاذه عزه، كانت اعتقد الرساله بشكل مباشر انه فرص التسويق للمنتجات دي هي دايما بتبقى على هوامش المؤتمرات. هل احنا محتاجين نوسع دايره التسويق بالنسبه للاسر دي؟ يعني انا بس يعني هو مش دايما على هوامش المؤتمرات، احيانا في المجلس عندنا بنعمل معارض في يعني بننتهز فرصه مثلا دخول فصل الصيف، اي مناسبه اي حاجه ندعو بعض الناس والسيدات تحديدا ان هم ييجوا علشان يشوفوا او يتدربوا او يعملوا او يشتروا. عندنا بقى في اركان بتبقى فيها ابداع، يعني احس ان في مثلا انا شايف قدامي منتجات مش قادر اتخيل ان دي منتجات يدويه في الحقيقه. لا هي كده فعلا، مش بس منتجات يدويه عاديه، انا احس انها فيها ابتكار، فيها ابداع، فيها حد دماغه حلوه. هنا بشوف ان يعني شوف المصريات البساط قد ايه دماغهم جميله. كويس. لو ركز، مش عارفه لو ركز بالكاميرا هيلاقي ان في فن، في يعني في ناس بتقدر الحاجات دي كويس قوي. حضرتك اللي بتقومي بالمجهود ده كله لوحدك، اتشرف بحضرتك يا فندم. تمام. فايزه سعيد، اسره مصريه من طنطا. اهلا وسهلا. حضرتك من اولاد البلد اصلا؟ من ولاد البلد. طيب المنتجات دي يعني انا سالت السؤال ده لكل اسره بس بحب اتاكد منه، يدويه 100% حضرتك اللي بتقومي بيها؟ يدويه 100%، بس المجهود ده مش بتاعي انا لوحدي، احنا جروب مع بعض. يعني احنا جروب مع بعض، يعني انا ابتديت لوحدي. انا عايز ابدا فعلا، هي القصه بدات ازاي مع حضرتك؟ هي ابتدت بعد ما الولاد اتجوزوا ولقيت نفسي لوحدي، اتفرغت تماما، فبقيت عايزه اعمل اي حاجه. بصيت يعني في مصر هنا لقيت
الاكسسوارات الحريمي الصيني والمنتجات الصيني وحتى المأكولات. قلت الله، طب احنا ما نعرفش نعمل الحاجات دي ليه يعني؟ طب ما احنا مصر يعني لازم نعمل اي حاجة ولازم نعرف نعمل كل حاجة كمان. فابتديت طبعا، قلت هي مش لوغاريتمات يعني ممكن ان انا اتعلمها. ابتديت عن طريق النت شوية ان انا اتعلم، عن طريق مخي ان انا ابص واشوف الحاجة دي معمولة ازاي. بس ابتديت اشتغل، ابتديت احب الشغل جدا، خصوصا ان انا وصلت لدرجة دلوقتي ان انا برسم بالخرز، يعني بعمل اشكال بالخرز، سواء مثلا بعمل هالو كيتي، بعمل يعني بعرف مكان العين فين، زي ما اكون برسم بالظبط بس بالخرز. ده كله حضرتك تدربت عليه بشكل شخصي؟ والله انا يعني انا فكرتيش تروحي المركز تدريب مثلا؟ فكرت، بس لقيت في مصر وفي في اسكندريه بعيد عليا، وبعدين لقيت الدراسه ما اعرفش هل الحاجات اللي انا حباها اللي انا عايزه اتعلمها فعلا ولا لا. وغير كده لقيت فلوسها كتيره جدا، غير بقى الاقامه كمان يعني مصر واسكندريه، وبعدين مش عارفه في الاخر هطلع يعني انا هتعلم الحاجه اللي انا عارفاها ولا اللي انا عايزاها وحباها ولا لا. فطبعا ابتديت بقى يعني اما لقيت المبالغ كبيره جدا كمان والدراسه اكاديمي، فقلت لا يعني انا مش عايزه شهاده ومش عايزه اي حاجه، انا عايزه اتعلم بس. ابتديت اتعلم، وابتديت من حبي للشغل بقيت يعني بتخيل الحاجه دلوقتي وممكن امسك ورقه وقلم كده واقعد ارسمها وبعدين انفذها بالخرز والخيط. من حبي ليها برضو ابتديت ان انا ابتديت ادرب الناس، يعني عايزه مصر كلها تتعلم وعايزه البنات كلها تتعلم. وبعدين ميزت شغلي شويه، ليه؟ لان الاكسسوارات بقت ظاهره كبيره قوي في مصر، كله بيعمل اكسسوارات. انا ميزت بقى الشغل باني بعمل غرز، يعني عارف حضرتك الحاجات اللي هي فيها غرز اشكال، لكن مش مجرد ان انا بمسك خيط والضم خرز بس، لا بشكل كل حاجه بالاكسسوارات، اشكال سلحفاه، تعبان، يعني ده مثلا تعبان برش بالخرز ده تعبان، ده معمول برش بالظبط كده. دي مثلا سلحفاه برضو برش. ابتديت اطور من شغلي شويه واعمل الحاجات اللي هي زي كريستال عصفور، الكاسات الكريستال اللي هي زي الحاجات اللي هنا في الباترينه، كاسات الكريستال، يعني كل حاجه هتلاقي فيها غرز. ابتديت استعمل الفضه كمان ادخلها في الشغل. هنا طبعا بستعمل الاحجار الكريمه، العقيق، المرمر، الكريستالات، كله بحاول ادخل فيه اي حاجه يدوي. لكن الابسط شكل ممكن اللي هو فكره اللضن، اللي هي فكره السلك وندخل فيه خرز. بندخل فيه خرز بس ليه طريقه برضو، يعني دي برضو انا بدربها لان في بنات كتير بيحبوا برضو يتعلموها، فبدربها بس بالاتقان، يعني اهم حاجه الاتقان والفينشنج، افنش الشغل بتاعي ازاي بحيث يبقى القطعه في الاخر ما فيهاش اي ديفو، وفي نفس الوقت اما تمسكها ما تتقطعش. بس ممتاز جدا. انا هرجع لحضرتك دلوقتي حالا، لكن اعتقد ان السفيره فايزه ابو النجا وصلت دلوقتي. عفوا، دكتوره ميرفت، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. كان الجزيره مباشر مصر بترحب بحضرتك. حضرتك اول زياره لمعرض الاسر المنتجه في طنطا؟ يعني احنا كسياسه دوله بنتمنى ان كل الشباب سيدات ورجال يهتموا بالمشروعات الصغيره دي وبالمشغولات الحرفيه، والدوله طبعا لازم تشجعهم سواء بالقروض الميسره، سواء ببيع وعرض منتجاتهم، توفير اماكن للعرض، لان ده المستقبل، يعني مستقبل مصر هو مش في الوظيفه. ودي دعوه بوجهها لكل شباب مصر انه مفيش داعي يفكر دايما في التعيين في الوظيفه. دكتوره ميرفت، مهارات الوظيفه، الوظيفه بتقتل مهاراته، لكن المشروعات الصغيره دي هيتطور ويبقى حاجه مفيده جدا لنفسه وللدوله. سعاد سفيره، شايفه حضرتك ان ده سبب في اختيار عنوان المؤتمر نحو غد افضل؟ نحو غد افضل ان احنا بنقول المجلس القومي للمراه بيعمل للمراه وللرجل، للاسره بالكامل،
أفضل من ناحية مش بس نتكلم عن الحقوق ولكن أيضا عن الخدمات والإنتاج، لأن بمجهود الشعب رجل كان أو ست الدولة هتنمو والإنتاج هيزيد وأوضاعنا هتتحسن. فغدا أفضل نخلي 27 فرع للمجلس القومي في المحافظات كلها يبقى فيها جميع الخدمات الحكومية عشان تسهل على المواطنين، عاوز تخدم شهادة، عاوز تطلع وتوثق أوراق وهكذا، وده بروتوكول بيننا وبين وزارة التنمية الإدارية. كذلك منظمة العمل الدولية تيجي تاخد مقر عندنا في الفروع عشان تدرب الشباب العاطل لإيجاد وظيفة وتعلمه مهارات جديدة فيقدر يلاقي عمل أفضل. سعادة السفيرة، شايفة حضرتك أن محافظة الغربية فيها من الأسر المنتجة اللي قادر على الإنتاج بشكل كامل؟ والله شعب مصر كله منتج وعنده يعني أفكار جميلة وإنسان صبور ومحب لعمله وللوطن، فسواء كانت غربية أو غيرها يعني أنا شايفة أنه لو خد فرصة الإنسان المصري هيبقى عظيم جدا إن شاء الله. سؤالي الأخير، حضرتك شايفة أن الأسر المنتجة ممكن تبقى دعامة أساسية من دعائم نمو الاقتصاد المصري في ظل توقعات ربما تكون كئيبة بالفترة الراهنة؟ الأسر المنتجة احنا ده مشروع، أنا كوزير التأمينات وشؤون اجتماعية سابقة، الأسر المنتجة دي بدأت من زمن طويل وده إيمانا من الدولة بأنه في قدرات للإنسان الإنسان المصري سواء مرأة أو رجل، ومتمثلة سميناها أسر منتجة لأن فعلا ده احنا عاوزين كمان نطور الأسر المنتجة، مش بس ينتجوا الأشياء اللي احنا شايفينها، لكن تبقى الأسرة جوه بيتها بتعمل أجزاء من احتياجات المصانع، يعني المصانع تركب شيء على بعضه وتديه للمصنع والمصنع يبعت لها الأجزاء وهي تعملها وهي قاعدة في البيت. يعني أقصد أقول رجل أو ست في الأسرة ممكن يبقى جزء من المصنع بتكلفة أقل على صاحب المصنع ورزق أزيد للأسرة اللي قاعدة في بيتها. وده نموذج متبع في بعض الدول الشرق آسيوية مظبوط؟ أيوة ده نموذج متبع، وكانت نظرية معروفة أنها نظرية الاقتصادية لجامعة شيكاغو من الثمانينات، إن المصانع بدل ما تفتح فروع وأقسام جديدة وتعمل كهرباء وعمالة وتأمينات تبعت عربية فيها القطع اللي يقدر الشخص يعملها في أسرته في بيته وهو قاعد، وبعدين يركبها وترجع العربية تلمها تاني ترجعها المصنع وتدي للأسرة دي أجرها أو نصيبها وهكذا. دكتورة ميرفت التلاوي أشكرك شكرا جزيلا، رئيس مجلس القومي للمرأة، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. ونكمل جولتنا بشكل مباشر عبر كاميرا الجزيرة مباشر مصر في معرض الأسر المنتجة. هرجع لحضرتك أستاذة فايزة، يمكن كانت دكتورة ميرفت التلاوي كانت بتكلمنا على إن زي ما حضرتك ذكرتي بالظبط ان ممكن الاسر المنتجه تبقى قادره بشكل كامل ان هي تكون ركيزه اساسيه للاقتصاد المصري، المستثمر يقدر يعتمد عليها في انتاج على الاقل قطع صغيره من مركبات اكبر. حضرتك شايفه انه ممكن ده يحصل بالفعل على الاقل في صناعه المجوهرات والحلي؟ الاسر المنتجه دي يعني اكبر فرصه لاي حد. ليه؟ لان طبعا يعني انا اتعرفت عن طريق الاسر، ده الاساس بصراحة، الأسر المنتجة. والأسر المنتجة بتعمل شغل كويس جدا، يعني ما عايز أقول لك متقن أكتر من المصانع نفسها. فالأسرة المنتجة أما بتعمل حاجة متقنة جدا وفن جميل، ممكن طبعا عن طريق بقى مساعدة الوزارة طبعا للأسر دي ممكن يعملوا حاجات مصانع كبيرة، وممكن نصدر الشغل بره، لانه مش حاجه يعني بتتعمل اي كلام، لا ده اتقان. واعتقد ان المستهلك برضه بيبقى ليه حنين خاص كده ناحيه الحاجه المصنوعه يدوي. طبعا الشغل اليدوي له قيمه عاليه جدا، ويعني انا نفسي المصريين يقدروه بقدر الاجانب، يعني الاجانب الحاجه اليدويه دي بالنسبه لهم حاجه زي حاجه سحر.
احنا بالنسبه لنا هنا في مصر يعني قليلين شويه اللي بيحبوا الحاجات اليدوي، فنفسي مصر كلها طبعا تقدر الشغل اليدوي. وبعدين في اسر يعني انا بتكلم ان انا بحب الشغل، لكن في ناس محتاجه الشغل، في ناس محتاجه ان هي تشتغل وتنتج وتبيع تمام تمام. طيب شكرا جزيلا لحضرتك استاذ عزه. لو ممكن اعرف من حضرتك بس بشكل اخير، هل ممكن نقول انه في يوم من الايام الاسر المنتجه دي ممكن منتجاتها تتحسن نوعيا بحيث تقدر توصل لمستوى اقتصادي عالي، وفي النهايه تبقى سلعه تنافسيه بتنزل السوق زي اي سلعه من اي مصنع، وتقدر تنافس وتقدر تثبت وجودها؟ طبعا اللي انت بتقوله ده محتاج اهتمام مش جهه واحده. ما ينفعش يبقى المجلس القومي للمراه بس هو اللي بيهتم بالمراه او بيهتم بالسيدات اللي حابين ان هم يشتغلوا، لا، لازم كل جهود الدولة تبقى متضافرة علشان نقدر نعمل حاجة كبيرة زي الصين وزي ماليزيا. شايفة ان هم زي ما قالت سيادة السفيرة ان ايوة الناس دي بتبعت من المصانع للسيدات او للأسر ان هم يشاركوا معاهم في الانتاج، فاكيد بتدعمهم بصورة اكبر. ده دور مطلوب من الدولة مثلا؟ اكيد طبعا، مش بس الافراد ولا الجمعيات الاهليه ولا وزارات محدده، لا طبعا محتاجه اكبر من كده، يعني محتاجه اكبر من كده عشان نقدر لو ده هنعتمد عليه في ان احنا نبقى بننهض. يبقى اقول لك لازم اهتمام زياده، لازم دعم زياده، لازم جهود، لازم. انا عجبتني قوي السيده اللي هي تون الاستاذه فايزه بالظبط، عجبتني قوي وهي بتتكلم بتقول انا بتخيل الاول. اي حد عنده حلم كبير بيتخيل الاول وبعدين يبدا ازاي ينفذ الحلم. النجاح تخطيط. صحيح، التخطيط بيبدا بالحلم. طيب استاذه فايزه انا ليا سؤال قد يبدو محرج شويه، حضرتك بداتي في سن كام المشروع ده؟ بداتي تفكري فيه علشان هي امهات كتير قوي بتحس انه خلاص بقى يعني انا كبرت والحلم ده لولادي وكلام زي كده. لا يعني انا ما بتكسفش ان انا اقول سني. انا جده طبعا، يعني عندي 4 احفاد، ومع ذلك انا عايزه اقول لك ان انا ايه يعني سني 55، لكن انا بحس ان انا عندي 20 سنه. طيب بداتي التفكير في المشروع ده وكم سنه؟ الاولاد اتجوزوا من حوالي 4 سنين، يعني بعد سن ال50 تقريبا. بالظبط بعد ال50، يعني 51 52 كده. يعني ممكن جدا نعمل مشروع استثماري ناجح ورب تنزل تعمله. يعني ايه الواحده تقول انا عندي 50 سنه ولا 60 سنه ولا 70 سنه طالما قادره ان هي تنتج وقادره ان هي تتحرك، ليه تعجز نفسها؟ يعني ما تعمل اي حاجه هي بتحبها. وبعدين ما الوقت بتاعنا ده ربنا سبحانه وتعالى هيسالنا عليه عملنا فيه ايه. انا عشان كده بالعكس ده انا بجري بخطوات سريعه جدا، لان طبعا انا بقول ايه الواحد طبعا مش هيعيش قد اللي عاشه ولا ربع اللي عاشه. ربنا يديك الصحه. يعني الحمد لله كل واحد ليه وقت معين، فانا طبعا بحاول بقدر الامكان السنوات اللي هي باقيه او الايام اللي باقيه ايا كانت، يعني ان انا اعلم فيها اي حد، اعلم الناس يعني البنات. انا طبعا انا زعلانه على احوال كتير قوي، في ناس بيقعدوا وقت طويل جدا على النت، بيضيعوا وقت في النت في الجيمز، يعني يا ريت حتى في شغل او حاجه. يعني انا بقعد على النت برضو بس بستفيد منه، ما بخليش هو يستفيد مني من وقتي، ياخد من وقتي وما يدينيش حاجه. يعني لا ممكن نتعلم، يعني ممكن نتعلم ونمارس وننتج ونبدا نعلم، كل ده مش مرتبط بسن معين. لا 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 اطلاقا اطلاقا. وانا عايزه اقول لك انا ما عنديش الا بنتين، البنتين فخورين بيا جدا، يعني انا ببقى مبسوطه، يعني واصحابي بيقول لهم دي مامي. اعتقد ان يعني نموذج حضرتك هو فخر المصريين كتير مش بس بناتك يعني. الله يكرمك بارك الله. طيب انا عايز اسال حضرتك على اعز قطع موجوده على حضرتك في المعرض هنا. كلهم كله، مفيش قطعة أنا بعملها أنا مش مقتنعة بيها، ولو مش مقتنعة بيها بفكها تاني وأعملها تاني، ممكن أقعد فيها شهر لحد ما تطلع زي ما أنا عايزة. تحس إن هم أولادك صح؟ أولادي وحبايبي وأصدقائي وكل حاجة كل حاجة. القطعة الواحدة يعني مثلا العقد اللي قدامنا ده تمام بياخد وقت قد إيه؟ ده حضرتك عبارة عن كروشيه وده كريستالات وده صدف، يعني داخل فيه كذا حاجة. الكروشيه عندي انا طبعا دلوقتي في مجموعات عندي بتعمل صف الكروشيه، مدام سناء هي اللي بتعمل الكروشيه ده، بتعمله بقى طبعا بفن لان هي غاويه قوي الكروشيه، فبندخل بقى الكروشيه مع يعني انتوا فريق عمل كوقت حضرتك بتسالني. فريق عمل طبعا،
كوقت بالنسبة لده ممكن مفيش، الوردة ممكن تاخد لها بتاع مثلا ساعة، وبقية العقد ممكن ياخد له أصيدات. أنا بعتبر ده تلجيم مفيهوش غرز إلا هي الوحدة دي بس، فطبعا ده ممكن كله على بعضه كده ياخد له بتاع 3 ساعات. يعني ممكن والأم المصرية بتتفرج مثلا على فيلم أو حاجة تنتج قطعة، مظبوط؟ طبعا ممكن قوي. لا بس الشغل ده انا ما بعرفش اعمل حاجتين في نفس الوقت، لازم تركيز. ده لازم تركيز، لان يعني مثلا انا بعمل كوره زي دي، فلما بعمل الكوره اهي كوره زي دي، الكوره دي عباره عن يعني في منها 3 انواع. اول نوع اللي هو الكوره الصماء بتاخد 12 خرزه بس. تاني نوع الكوره المفرغه بتاخد 30، والكوره المفرغه بتاخد 90 اللي هي دي اكبر كوره. فطبعا كل واحدة ليها مكان معين، فلازم اشتغل بتركيز عالي جدا عشان اعرف دي مكانها فين ومكانها فين، وتطلع بالطريقة الجميلة دي. سعرها كام بقى؟ رخيصة والله، برغم ان ده عقيق يعني دي 35، بس لازم يعني ده تلجيم انا ملضماه مع بعض، لكن لازم اجي اعمل اي حاجة يدوي يعني فيها غرز، مش تلجيم بس يعني. شكرا جزيلا استاذه فايزه، ويعني بالتاكيد نتمنى لك كل التوفيق في المنتج بتاع حضرتك. يمكن عندنا فرصه ان احنا نتعرف اكتر على المعرض اللي جنبنا. حضرتك مشرف على المعرض ده مظبوط؟ هتشرف حضرتك. اسمي انور علي. انور، المنتجات دي كلها انتوا بتشتروها وتيجوا تبيعوها في المعرض، ولا بتبقى كلها تنفيذكم؟ لا احنا تنفيذنا، تصنيعنا. حتى المنتج ده تنفيذ؟ تنفيذنا كله. يعني انت بت 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 انت اللي بتصنع الحاجات دي؟ انا بجيب الخامات بصنعها، بس بجيب الخامات عندي، مثلا بجيب خشب مثلا وبصنعه عندي في على البرواز، او مثلا الديكور اللي انا عايزه والشغل اللي انا عايزه، وبجيب قطع نحاس مثلا بظبطها زي ما انا عايز وزي الحاجه اللي انا عايزها. بس مش الحاجات دي يعني شكلها معقد شويه، يعني متهيألي صعبه شويه؟ لا مش معقد، هو بس انت اتدربت عليها في مكان معين؟ لا مش تدريب، هو كتصميمات وكده بنجيبها من على النت، بننزلها من على النت وكده، وبنحاول نظبطها ونرسقها بنفس الشغل بتاعنا المصري والشرقي وكده. يعني عندك كم سنة؟ انا عندي 19. 19 سنة، يعني بتشتغل انت بتدرس؟ بدرس. يعني بتعمل ده جنب الدراسة؟ ده تبعنا، يعني طبعا الورشة بتاعتنا والمصنع بتاعنا يعني. طب والدك هو اللي دربك عليه؟ والدك موجود؟ هتشرف بحضرتك يا فندم. علاء البلتاجي. أهلا أستاذ علاء. أستاذ علاء، حضرتك بتصنع المشغولات دي؟ فوق 12 سنة، 13 سنة دلوقتي. 12 سنة؟ يعني هي خبرة بالتأكيد طويلة كبيرة جدا، والخبرة دي حضرتك قررت إنك تنقلها لأولادك من بعدك، وإن هو يبقى مشروع العيلة، مشروع على 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 سكيل صغير أو على حجم صغير. بالظبط كده. طيب المنتجات دي كلها، يعني أنا شايف في منتجات أعتقد ده نحاس. نحاس؟ تمام. يعني كله أنا ملم بأي حاجة هاند ميد. أي فاشولة. طيب يعني المصحف ده مثلا يعني وقت بياخد من حضرتك قد ايه؟ ده بياخد مراحل في الشغل، يعني عندي مراحل ان الخشب في النجار اللي يفصل لي الخشب الاول، وبعدين بخش في قطع النحاس اللي هي الحليات دي كلها. يعني ممكن مصحف يعني بتكلم على وقت تصنيعه، يعني الواحد ده منه مثلا بعمل منه يجي 6 مقاسات. يعني بعمل منه المقاس كمان الكبير قوي متر في 80. بتبقى فرص التسويق الوحيده لينا اللي هي المعارض اللي زي كده؟ والله هي بتبقى فرص كويسه، وبعدين احنا ولا حضرتك بتطلع بقى التجار وحاجات زي كده؟ بره برضه بسافر، بره برضه بتبقى في، لو في فرص بره بطلع برضه. بتطلع حضرتك مع المعارض اللي هي بتاعت مجلس القومي للمراه؟ بنطلع، وتابع الصندوق الاجتماعي حضرتك. الصندوق الاجتماعي يعني هو بيوفر لكم برضه منافس بيع او منافس تسويقيه بره مصر؟ بيبقى فيها يعني هم ملمين طبعا بمواعيد المعارض وكده، وبيتصلوا بينا وبنبدا نجيب معروضاتنا. وحضرتك شايف ان دي فرص تسويقيه كفايه، ولا محتاجين نوسع اكتر؟ المفروض توسع اكتر للظروف هنا، يعني كده برضو لان يعني ظروف البلد هنا طبعا محدوده شويه ومقفوله شويه، فاحنا الفرص في الخارج افضل، تكون في الخارج افضل يعني. بالنسبه للمستهلك، حضرتك شايف المستهلك المحلي بيستهلك السلع دي اكتر، ولا لما بتطلعوا بره في المعارض؟ والله احنا بشغل الهاند ميد عندنا هنا المستهلك بالنسبة للسوق حاليا مش قد كده، فبره بيبقى أفضل، بره بيبقى التسويق بالمنتجات دي بتبقى أفضل.
وبالتأكيد نتمنى لك كل التوفيق يعني حضرتك وكل الأسر المنتجة. أعتقد أنه نموذج مشرف لعدد من الأسر المصرية التي قررت كما ذكرنا أن تتحدى الواقع والأرقام الاقتصادية الجافة، وذلك في محاولة ربما بوسائل بسيطة للغاية وبمهن وكفاءات بسيطة للغاية أن تتغلب على هذا الواقع الاقتصادي. ننتقل معكم أعزائي المشاهدين إلى الزميل عبد العزيز مجاهد في مسجد يوسف الصديق حيث يتم قطع الطريق هناك، فإلى هناك سريعاً.